السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. حلقتنا اليوم في سمانة تظهر نجوم لماعة بريقها لا ينطفي، نسعد برؤيتها بقلوب والهانة ونسعد بلمعانها في سمانة كل ساعة. الأسطورة في الإعلام الرياضي العماني الخليجي العربي الأستاذ خميس بن محمد البلوشي من مواليد ولاية المصنعة. كانت بدايته في قرية مدام الغاف التابعة لولاية المصنعة، وكان يمارس كرة القدم وكرة الطائرة في الحارة مع الربع ومن ثم المدرسة، وكذلك لعب لفريق مدام الغاف من خلال الدورات التي يقيمها نادي المصنعة، ولكن موهبته برزت في كرة الطائرة لدرجة أن الجماهير كانت تعشقه وهو يلعب كرة الطائرة. وبعد الانتهاء من الدراسة التحق بالجامعة في كلية الآداب تخصص صحافة وإعلام، ولكن الرياضة كانت تشغل باله. وبعد التخرج في عام 1992 بدأت رحلة الكفاح الرياضي من خلال منبر الإذاعة في عام 1993، ومن ثم الانضمام إلى الشاشة الفضية في عام 1996، وبدأت نجومية أسطورتنا الإعلامية تظهر. بطبيعة الحال نحن معكم في استوديو الرياضة في هذا المساء، ومنتخبنا الوطني للناشئين وإنجاز دوليات قطر. ننظر الآن لمجموعتك هذه. والله مجموعة الحمد لله تبشر بالخير ومعنوياتهم مرتفعة من خلال استضافة نجوم منتخبنا للناشئين بعد فوزه بكأس دولية قطر بقيادة الكابتن يعقوب إسماعيل، وبعد ذلك توالت الإنجازات والمشاركات واللقاءات الإعلامية مع نجوم عمان والخليج والعرب. ومن المشاركات التي شارك فيها شارك كعضو للجان إعلامية كثيرة خلال البطولات المختلفة التي استضافتها السلطنة، والكثير من المشاركات الإعلامية الرياضية والخليجية والعربية. كذلك قام بتغطية بطولات كأس الخليج وبطولة كأس العالم في كوريا واليابان عام 2002، كذلك كأس العالم للشباب في عام 2003، والدوري العماني من خلال برنامج الدكة الشهير، وكذلك البرنامج الإذاعي بطاقة بيضاء وبرنامج بين الشوطين، وكذلك برنامج زوايا رياضية، وكذلك مشاركته في الإعلانات التوعوية والتثقيفية التي تهم المجتمع العماني. ومن الإنجازات التي حققها في المجال الإعلام الرياضي اختارته مجلة النجم العمانية كأفضل إعلامي عماني في استفتاء عام 2005، كذلك حصل برنامج بين الشوطين الرياضي على أفضل برنامج رياضي في نفس العام. ومن القنوات الرياضية التي عمل بها عمل في قناة دبي الرياضية، ولكن لم يستمر لعشقه للوطن. كذلك حصل على لقب أفضل مقدم برامج رياضية لعام 2006 الذي قامت به جريدة الشبيبة، وكذلك تم تكريمه في خليج 22 كأفضل شخصية إعلامية عمانية ساهمت في كأس الخليج، وكذلك تم تكريمه في الحفل التي قامته ولاية المصنعة. كذلك كان له رد شهير على أحد الإعلاميين عندما تحدث عن التنظيم في دورة كأس الخليج في مسقط. صغار يبكون ليلا يغمزون لأمهاتهم طلبا للحياة، مسكين أيها الصغير ضاعت حلمة رضاعتك فأصبحت تنتحب بحثا عن مصدر آخر. للأطفال أغاني جميلة لهم البراءة، لكن البعض لهم الشقاوة، أما الطفل الكبير فله شقاوة الأغبياء.
الأسطورة الأستاذ خميس بن محمد البلوشي، مهما بحثت في قاموس الكلمات ونثرت من عبارات الشكر فلن ولم أجد كلمات توفيك حقك وقدرك. أعطيت لرياضة بلادك رونق بأسلوبك الراقي في التعامل مع كل المواضيع التي تكون في الجانب الرياضي من خلال منبرك الإعلامي، والذي أبدعت فيه طوال مشوارك الإعلامي الممتد إلى يومنا هذا. استمر، كلنا محتاجين إلى لمسة صوتك. حلقتنا اليوم انتهت، نلتقي غدا مع نجم جديد. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.